يلا يا جماعه هايلايت ابتدى. جاهزه الحلقه؟ اكيد جاهزه. نتكلم فيها عن ايه يا دنيا؟ تلاوي من بيروت ومحبة كبيرة من التينيجرز. بحبهم كتير ومتحمس كتير أشوف. طب أنت عندك كم سنة؟ مش هتقولي طبعاً على الهواء. 25. طب صلاح الشرنوبي بلقاء خاص عبر هايلايت. أتمنى أن نكون مع الحفاظ على الأصالة الشرقية. مساء الخير. مساء النور. يا أهلا وسهلا. سيرين عبد النور بتكشف كواليس مسلسلها المنتظر النسيان. مختلف كتير من 23 سنة لهلأ. شو؟ وعدني انك راح تنسيها وما راح تفكر فيها. انت الفيلم من اخراجك تمثيلك وكتابتك جبت معك حد ولا لوحدك؟ قلبي كبر كتير صراحه، خاصه انه هذا الموفي حامل امان كبيره. رح اروح انا وياك نحضر فيلم سوا. نروح بس راح اصور على فكره وانزلها لكم ستوري. هايلايت مع محمد عطيه ودولي عياش الليله 9:30 المساء على LBCI